إذا بتتذكروا في البروجكت ريسك اكزامبل بدينا فيه المرة الماضية على محاضرة أو محاضرتين، أخذنا بعدين تو إنبوتس. كان في عنا شو تو إنبوتس متذكرين؟ الستافينج والفاندينج. أوكي، وعمالا نسأل سؤال يا ديفلوبر يا مدير المشروع، عمالا بسأل السؤال بناء على هذول المعطيين التنين اللي بدوا. إيش كان وضعهم؟ كريسب ولا فازي؟ بدو كريسب التنين. أنا كان عندي عدد ستاف بعرفش قديش كان، يمكن 65، وعندي فاندينج، والفاندينج كمان له قيمة معينة، بس حولنا احنا القيمة لفازي، طلعنا الممبرشيب للأول وطلعنا الممبرشيب للثاني، بعدين عملنا فايرنج للرولز، طبقنا الرولز طلع معي اوتبوتس لكل رول، بعدين عملنا اجريجيشن للرولز. لما عملنا اجريجيشن طلع معي هذا النهاية. هلا في الفرق بين الأحمر والأسود، الأحمر اللي موجود في الكتاب إذا بدك تمشي على الطريقة تبعت الكتاب، بس أنا بتتذكروا بسطت الممبرشيب فانكشنز المرة الماضية فطلعت إشي أسهل، فطلع معنا الأسود ما فيش مشكلة. هلا ممكن نحاول نحلها للتنين أو نحلها لواحد منهم، راح نحلها للأصعب اللي هو الأحمر. هلا إحنا عند النقطة هاي طلع معي الأوتبوت هلا ممثل على شكل كأنه إله ممبرشيب في واحدة من هذول اللي هي بروجكت ريسك لو، إله 0.1 ممبرشيب في بروجكت ريسك لو. لو بدي امشي على احمر، شو رايك نمشي على احمر؟ راح امحي الاسود هلا، بس احنا عارفين انه موجود، امكانكم تحسبوه لانه اسهل على فكره. الخط الاسود اسهل من الخط الاحمر، وراح اخلي الخط الاحمر. هلا البروجكت ريسك كان في عندي 3 ممبرشيب فانكشنز، كان في 3 لينجويستيك فيربس، بروجكت ريسك لو، بروجكت ريسك اظن ميديوم كان، وبروجكت ريسك هاي. وهذا البروجكت كان له ممبرشيب او الاوتبوت اللي طلع معنا كان له ممبرشيب بكل واحده من هذول، كانوا 0.1 ممبرشيب باللو، 0.2 membership بالميديوم، و 0.5 membership في الهاي. فواضح انه هو شو وضعه. لو انا بدي اسالك هيك سؤال قبل ما تحسب اي حسابات او اي ارقام، شو الوضع هون؟ مش كويس، مش هيك؟ في ريسك عندي، يعني واضح هذه المساحه. لو طلعنا على هاي المساحه وزنها وين جاي؟ هون. فبتوقع الرقم يطلع بالمنطقه هاي، مزبوط؟ ما منطقي انه يطلع بالنص، لو مزبوط. اذا احنا عمالنا بنقول هلا بدنا نحول هذا الفازي ممبرشيب للثلاثه هذول اللي عملنا له اجريجيشن، وهي على فكره طريقه السنترويد. الطريقه اللي راح نستعملها اليوم هي طريقه السنترويد. طريقه السنترويد معناها انه هاي الاريا هلا اي اريا في لها سنترويد، والسنترويد نقطه في البلين طبعا. اذا كانه بلين في لها نقطه، نقطه لها اكس واي. فلو اجينا على اي اريا، لو اجيت على اي مساحه نون يونيفورم واجيت اطلعت، راح الاقي هون في لها، واذا بدي اعبر عنه باكس واي بامكاني اقول هذا مثلا اذا بدك سميه سي اكس، المسافه من هون لهون، واذا بدك اعبر عنه هون بهاي بالمسافه سي واي اللي هي المسافه من هون لهون. مش هيك؟ مضبوط. ولو كان هذا فوليوم، والفوليوم ممكن اطلع له سنترويد، راح يطلع معي اكس واي وزد، مضبوط، اللي هي مركز لها. فأنا لو جيت علقت هاي المساحة، لو جيت علقتها من النقطة هاي راح تتوازن. أوكي؟ هلا لو أنا بدي أطلع المسافة سي إكس، بس أنا مهتم بالمسافة سي إكس، أو ممكن أنا أكون مهتم بالمسافة سي واي، وممكن أكون مهتم بالتنين، يعني ممكن بدي أطلع سي إكس وبدي أطلع سي واي بنفس الوقت، مظبوط؟ لاحظوا إحنا بحالتنا أي واحد أنا مهتم فيه؟ أنا مهتم بالسي إكس ولا بالسي واي؟ مين الاكسس اللي انا بدي اطلع منه فاليو الان؟ اكس اكسس، مش هيك؟ الاكس اكسس. فانا عم بسال السؤال، ايش المسافه اللي لو ضربت الاريا هاي فيها، ضربتها في سي اكس، هاي المسافه راح تساوي كل المساحات الصغيره هذول مضروبه في مسافاتهم. يعني احنا هون هلا لو جينا نطبق هذا الكلام على هاي، لو بدي اطلع انا سي اكس في الحاله هاي، هذا له اريا ايه، التوتال اريا ايه. فانا عمالي بسال السؤال، بقول ايش قيمه سي اكس اللي لو ضربتها في الاريا كلها ايه تساوي، بتحب تعملها نيوميريكال وبتحب او بتحب تعملها انتجريشن بسيط. نيوميريكال يعني بنقسمهم ل ستريبس صغيره جدا. فلو جيت قسمتهم لستريبس صغيره جدا، هاي ستريبس هون، واخذت كل واحده من هذول وضربتها هون في اكس، وهاي كانت عرضها دي اكس، مش هيك؟ والويدث تبعها لها ويدث معين. لو ضربتها هذه هون، لو اجيت اي اكس او سميها دبليو اكس عفوا، لو سميت هذا العرض هون دبليو اي وضربته في اكس اي الويدث في اكس اي في الستريب الصغيره هاي جدا اللي هي دي اكس اي، وهدول جمعتهم من اي بتساوي 1 لان، مش هيك؟ فكاني شو عمالي بعمل باللغه، لغه شو عم بعمل؟ عم باخذ ستريب صغيره
لاحظوا ستريب كيف اخذتها هون؟ اخذتها ستريب زي هيك ولا باخذها ستريب زي هيك؟ ليش باخذها ستريب زي هيك؟ لانه كل النقط اللي على هاي ستريب ايش لهم نفس الشيء؟ لهم نفس البعد اكس من هون لهناك، اوكي؟ فعمالي بقول لو انا اخذت كل وحده من الستريبس هذول طلعت مساحتها، مساحتها رح تطلع دي اي مش هيك؟ مساحه صغيره دي اي، بس هذول كل النقاط اللي على دي اي ايش لهم نفس الشيء؟ ايش بيشتركوا؟ بيشتركوا بنفس المسافه بينهم وبين هذا الاكسس. فلو ضربت دي اي الصغيره هاي، المساحه الصغيره هاي في اكس الها، زائد اخذت ستريب ثانيه وضربتها في مساحتها وفي المسافه تبعتها وجمعتهم كلهم، هذول مكافئين كانهم كاني جبت المساحه كلها ايه وضربتها في بعد واحد. مش هذا هو البعد اللي بفتش عليه؟ يعني كاني بقول انا ما بدي اهتم كيف شكل المساحه هاي وكل تفاصيلها. لو هاي مساحه واحده بدي اعبر عنها برقم واحد، بقول انها ايه مضروبه في المسافه هاي، رح تعطيني زي مومنت. مش هذا هو الفيرست مومنت؟ ليش هذا فيرست مومنت؟ لانه ضربنا في اكس. لو اني ضربت في اكس سكوير شو بكون؟ سكند. وبتقدر تطلع كمان رح يكون نقطه مختلفه، في نقطه ثانيه بتمثل السكند مومنت اوف اريا، بدك تحولها لسكند مومنت اوف ماس، تقدر تحولها لسكند مومنت اوف ماس، اه زي ما بدك. هلا احنا عم بنسمي ارياز، عم ناخذ ارياز ما عم ناخذ ماسز، مزبوط. ليش عم ناخذ ارياز؟ لاني عمالي باخذ انا الاريا وبضربها في مسافه، واللي ضربتها في مسافه واحده ضربتها عفوا في اكس بس، فبنسميها هذه الفيرست مومنت. فانا عمالي باخذ مومنتس حوالين الواي اكسس عشان اطلع سي اكس. فعمالنا بنقول لو اخذت كل القطع الصغيره هذول، كل واحده منهم ضربتها في مساحتها، في مسافتها عن الاكسس هذا وفي مساحتها، وجمعتهم وقسمتهم على ايه، بعطوني سي اكس. سي اكس هي الاكس كومبوننت تبع السنترويد. اوكي ماشي، الكل فاهم هاي؟ لا بدي الكل يفهم مش بس انت.